أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني دعمه الكامل لإدارة محافظ نينوى منصور المرعيد وعمله من أجل خدمة مواطني المحافظة وتحسين أوضاع النازحين منها، مؤكدا أهمية التنسيق بين إدارة المحافظة وإقليم كردستان من أجل ذلك. جاء ذلك خلال استقبال البارزاني للمرعيد في منتجع بصلاح الدين قرب أربيلة. وقال بيان عن الحزب الديمقراطي أن الجانبين بحثا الأوضاع الإدارية والخدمية والأحوال المعيشية لسكان مدينة الموصل وعموم سكان محافظة نينوى وإرجاع النازحين إلى مناطقهم.